ده من اولها توريطه. مسلوسي ولا النجاز؟ مسلوسي. مسلوسي. مسلوسي بناء على الفتره اللي انا اشتغلتها، بناء على الفتره اللي انا اشتغلتها في نهايه الدوري اللي فات، المسلوسي كان كيرفو كان في الطالع، ربما الفتره ديت اموره مش يعني مش على احسن مش زي المره اللي فاتت، لكن انا بالنسبه لي المسلوسي، لان انا ما تعاملتش مع حمدي كمان يعني، لكن بالنسبه لي المسلوسي عمل نهايه رائعه معانا. فين الموسيقى يا جماعه؟ الدوري اللي فات. طيب عمر جابر ولا عمر كمال؟ عمر جابر ولا عمر كمال؟ عمر كمال مستقبل كبير جدا، لكن عمر جابر لعيب كويس، بس المستقبل عند عمر كمال. ماشي، يعني اقول ايه؟ عمر كمال. عمر كمال. وعمر جابر طبعا لعيب مميز، انا اشتغلت معاه، وشخصيه محترمه وشخصيه مميزه جدا. عمر جابر ده المستقبل عند عمر كمال. عمر السعيد ولا مروان حمدي؟ الظروف خدمت مروان حمدي، فيبقى مروان حمدي. مروان حمدي انه ماشي كويس في سموحه الصراحه، وبدليل يعني على كده يعني كنت شايف ان مروان يقعد وعمر يطلع اعاره مثلا؟ مروان ما كانش حابب يقعد. ما كانش حابب. ده معلومه مؤكده، مروان ما كانش حابب يقعد يكمل، وعشان كده ربنا كرمه في سموحه وراح من سموحه منتخب مصر. خد دي بقى. سيسي ولا مصطفى فتحي؟ مصطفى طبعا. مصطفى فتحي لعيب طبعا نوعيه مختلفه عن سيسي. سيسي بتاع الجهد بتاع الشغل الهارد وورك، لكن مصطفى بتاع الموهبه، ومصطفى بتاع اللقطه اللي هو ممكن واحده يحل لك بيها 100 موقف يعني. انت كده بتقول ان اللي مشوا كانوا يقعدوا، يعني ما معناه اللي مشوا من نادي الزمالك كانوا يقعدوا. يلا اللي بعده، احمد رفعت ولا ونجم؟ احمد رفعت بيأدي بشكل كويس جدا، ماشي بشكل كويس جدا. ونجم كان متألق لحد ما الفترات اللي في اول بدايات الدوري، لكن الظروف مش مساعده، في ناس كتير مش مساعدها الظروف، لكن ونجم لعيب كويس، لكن احمد رفعت هو اللي ليه دور مؤثر في الاثنين. ينفع الاثنين؟ لا. ينفع استفيد بيهم؟ ينفع لو انا ماسك فرقه يجيبهم؟ رمضان صبحي مفيد للزمالك؟ رمضان صبحي مفيد للزمالك. ينفع يجي الزمالك؟ لو هو عايز يعني، لو هو يوافق انا متاكد ان هو ينفع يجي الزمالك. لو انا ما لو تسالني انا لو يجي الزمالك. ليه؟ ينفع نادي الزمالك. ايوه ليه انت متاكد؟ متاكد ان هو يجي الزمالك؟ هي ترجع له هو يوافق يعني، لو هو وافق يفيد نادي الزمالك. يفيد نادي الزمالك. يروح يعني تخيل مثلا يروح في حته ثانيه. انا قلت لك ينفع الاثنين. يروح في حته ثانيه. هو محتاج الحته الثانيه. رمضان اللي محتاج نادي الزمالك. رمضان اللي محتاج نادي الزمالك. موافقك. تمام. اللي بعده. طبعا انتوا مستنيين الاشاره، بس انا الاثنين انا قلت لك اللي فيها. ما انا سبتها لك لان انا يعني طب يلا، مؤمن سليمان ولا خالد جلال؟ منطقيه. على طول بقى بدون تعليق. مؤمن. مؤمن. يلا الاثنين خدوا كاس ماشي، بس ده لعب نهائي افريقيا فمؤمن. ميدو ولا ايهاب جلال؟ ايهاب جلال. ايهاب جلال. اللي بعده. مع حبي واحترامي لميدو طبعا يعني، بس الشغلانه الشغل عند ايهاب دلوقتي طبعا. الشغل ايهاب. فايلر ولا لا فايلر؟ جاريدو. فايلر. كوره النادي الاهلي كانت مختلفه في التوقيت ده. باتشيكو ولا جروس؟ جروس. حقق اخر واحد. يا عم انا سمعت عن يعني فريرة طبعا كتير جدا، ونادرا لما اللعيبه تتفق على مدير فني. انا اختار لك انا دي. كوبر طبعا. انا بالنسبه لي كوبر طبعا. كوبر لازم تعلم صح على كوبر. كوبر طبعا. طيب